بوب مساء الفل عليك. مساء الفل عليك كابتن هاني. نورنا وشرفنا. مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي، ونهني طبعا جماهير بالفوز الكبير في الجوله الاولى من الدوري. ان شاء الله باذن الله يكون الدوري اهلاوي ان شاء الله. وقبل ما نخش في الارقام والاحصائيات، رؤيتك كناقد رياضي وراجل يعني متمرس في الدوري المصري بشكل عام والكره المصريه والعالميه كمان، شفت الدوري اجماليا ازاي؟ الانطلاقه، البدايه، ضربه البدايه للدوري، دوري مين؟ بدايه جيده جدا للدوري يا كابتن، على كافه يعني نقول كافه القصيده، المستوى الفني والمستوى التقني كمان. يعني شكل طالع الدوري بشكل جديد، شايفين تصوير جديد، شايفين في شغل معمول الموسم ده في بدايه الموسم حلو في الدوري. الصوره حلوه. الصوره عايزه تكمل بس يا كابتن بالجماهير. صحيح. جماهير تبقى كتيره، هتختلف الرؤيه خالص، وهيختلف مردود الفني كمان للاعبين. حضرتك كنت لاعب طبعا كبير سابق، عارف وجود الجماهير هيفرق كتير جدا مع اللاعبين. البدايه من الانديه بدايه جيده جدا، تنذر بموسم قوي لو استمر زي ما حضرتك كنت لسه بسمع حضرتك، لو استمر زي ما هو البدايه دي تستمر، والرغبه في الفوز تبقى عندي كل الفرق. يعني بدايه جيده جدا ان من عندي من 9 مباريات يبقى فيه 7 فوز، فدي بدايه هجوميه، بدايه كل الفرق بتبحث عن النقاط الثلاثه، فرقتين بس او مباراتين بس اللي انت بتاعك. تعالى كده نشوف ملامح الجوله الاولى من خلال الارقام والاحصائيات اللي انت جمعتها من خلال رؤيتك، نشوف ونقيم على مستوى الفني، على مستوى الاداء، على مستوى المدربين شغلهم عامل ازاي. فمحضر لنا ايه النهارده على مستوى الارقام يعني؟ نشوف الاول معانا النهارده. طيب هنبدا بايه؟ طيب اوكي. هو دوت يا كابتن، طبعا دي الصوره بتوضح لنا الشكل الهجومي للنادي الاهلي في مباراه المصري. ده النادي الاهلي امام النادي المصري. بداية بدأنا بالنادي الأهلي، الشكل الهجومي للنادي الأهلي قدام المصري. كان عندنا طبعا الهجمات اللي من ناحية اليمين، هنا عندنا 18% من الهجمات، 15% من الجبهة اليسرى، وكان تركيز واضح جدا الهجمات للنادي الأهلي من الوسط 67%، والدور الكبير اللي بيعمله إمام عاشور، والتبادل الرائع اللي شفناه في المباراه بينه وبين ديانج، فدي نسبه هجمات كبير جدا للنادي الاهلي من النص. ويمكن لو لاحظها كابتن، الهدف الاول اللي جه برده من المنطقه دي في الوسط. صحيح. الهدف برده بتاع يعني هو جه من الجبل يوصل، ولكن يعتبر انتهى في الوسط برده، هدف كريم فؤاد اللي نزل وقدر يجيب رغم اللعب القليله ورغم فتره الغياب اللي بتقترب من العام. طبعا. تقريبا طبعا. رجع وجاب جون جميل. فده الشكل الهجومي، نسبه هجمات الاهلي في الاطراف. التوزيع نسبه يمكن ما كناش بنشوفها سنه شويه، كنا بنشوف يمكن ناحيه علي معلول كان بالظبط. كان عايز اقول لحضرتك ان ده الاختلاف. يحسب كمان لمحمد هاني والطرف اليمين اللي بدا الحقيقه يظهر بشكل تغيير رائع في فكر الجهاز الفني، انه بيطور انك يا كابتن انك بتهاجم من كل اجزاء الملعب. مظبوط طبعا. ده في النادي الاهلي النهارده، يعني زي ما احنا بقى لنا اكتر من موسم تقريبا الجبهه القويه للنادي الاهلي ولكل هجمات النادي الاهلي والاهداف هي جابت علي معلول والجبهه اليسرى، لكن لا دلوقتي خلاص النادي الاهلي بيهاجم من كل الاطراف. طيب. دي برضو الصوره دي بتوضح لنا دلوقتي التكوينه بتاعت الاهلي الهجوميه، واللي بتوضح ان الاهلي ازاي قدر يجيب الاربع اهداف. الاهلي تقريبا كان بيلعب طول المباراه بالشكل الهجومي ده يا كابتن، لو عدينا كده 1 2 3 4 5 6 ست لعيبه في منطقه المنافس، اثنين على الخط لو اعتبرناهم في منطقه برضه المنافس، وبعدين الاسطوبرين فقط عبد المنعم وربيعه هم اللي وراه. ده صوره بتبين لك الكثافه الهجوميه. الكثافه الهجوميه الاهلي ده في مجمل المباراه، يعني في مجمل المباراه. مجمل المباراه وضعيه النادي الاهلي كان فيه كثافه هجوميه واضحه جدا، لو استثنينا يمكن بنتكلم على السرد باكين، لكن تقريبا كل الفرقه قدام ضغطه. وده بيوضح لنا برضه طريقه كولر المعروفه اللي هي الضغط على المنافس والضغط على الخصم، ضغط بقوه، هي مدرسه كولر ضغط بقوه على المنافس، دفع والارتكاب الاخطاء، وده شفناه في اكثر من كره خلال المباراه، تضغط على المنافس تستقطع منه الكره، تستخلص الكره. كان الدور الكبير جدا اللي عامله بيرسي تاو اللي تالق في المباراه، يعني مش مجرد هدفين، لا بيرسي تاو كان قايم بدور كبير في الضغط على المنافس، دفع والارتكاب الاخطاء. نفس الامر بالنسبه لرضا سليم الناحيه الثانيه، مودست شويه برده مع الفرقه، ظهر دي اول مباراه ليه طبعا، ولكن هو جاي لسه جاي في الطريق. اللي واضح من اللي شفناه في المباراه انه مهاجم عنده قوه بدنيه قويه وجاي. دي طبعا احصائيه بشكل عام رقميه لشكل الاهداف في الجوله الاولى من بطوله الدوري. ده احصائيه لشكل الاهداف او امتى الاهداف، امتى يعني الاهداف جت 19 بالظبط. فطبعا هناخد منها او انت تشرحها برضه للساده المشاهدين، يمكن 5% بس في بدايه اول بدايه كل شوط، كل دي اقل نسبه حصل فيها، اقل وقت اللي هو الربع الاول من الشوط الاول، والربع الاول من المباراه
ويعني نقول التلت لو قسمناه شوطين يبقى التلت الاول من الشوط الاول والتلت الاول من الشوط الثاني، دي اقل نسبه اهداف. احنا طبعا عندنا 19 هدف يا كابتن في الجوله الاولى، دي نسبه جيده جدا بلس 2 طبعا في كل مباراه، 2 في 9 ب 18، فاحنا عندنا فوق الهدفين في كل مباراه من التسع مباريات اتلعبوا، فدي نسبه جيده جيد. نسبه جيده طبعا في بدايه موسم، انت لسه بتبدا الموسم، فدي نسبه جيده طبعا. اعلى معدل اهداف كانت مباراه النادي الاهلي ومباراه القمه اللي كانت برده بين الزمالك وبيراميدز، 4 اهداف، دي مباراتين اعلى مباراتين شهدوا نسبه اهداف كل مباراه فيهم 4 اهداف. لكن خلينا نتكلم على الجزء المهم جدا، معظم الاهداف او النسبه الاكبر من الاهداف جات ما بين الدقيقة 60 والدقيقة 75 اللي هو بالظبط، اللي هو زي ما بنقول كده لو قسمناها اربع يبقى ممكن الربع قبل الاخير من المباراة. دي كانت اعلى نسبة اهداف فيها، وبرده نهاية الشوط الاول دي تاني تليها على طول نسبة 21، نهاية الشوط الاول ونهاية الشوط الثاني نفس النسبة 21% من الاهداف اللي جت من ال 19 هدف كانوا في الوقت دوت وقبل نهاية الشوط طبعا. جميل، كانت الاهداف. جميل، نشوف بقى الاحصائيات اللي معانا النهارده، احصائيه مباراه النادي الاهلي والمصري. طبعا احصائيه كبيره، طبعا الاستحواذ للنادي الاهلي كان اعلى. انا عايز اقف عند الاهداف المتوقعه، وده يبين لك الاكس جي طبعا، الضغط الكبير جدا للنادي الاهلي في المباراه. انت كان يا كابتن قريب اهداف متوقعه 1.6 طبعا 6 في المباراه، رقم كويس. طبعا انت تخطيت ده اساسا، عديته بعدد اكبر. هم كانت النسبه طبعا ربع هدف، دي نسبه قليله جدا. محاولات على المرمى النادي الاهلي عمل 17 محاوله على المرمى، ده طبعا يبين لك برضو الضغط الهجومي اللي كان للاهلي، منهم 6 فقط على المرمى. النادي الاهلي عمل 12 عرضيه، الركنيات تقريبا الفرقتين مش متساويين. خلي بالك برضو نسبه الاستحواذ قريبه، ولكن الفاعليه بقى الفاعليه يعني بقى على عمليه الاستحواذ. ودايما الفرق بين الاستحواذ الايجابي والسلبي واضح جدا، النسبه قريبه جدا، ولكن نتيجه المباراه تبين ان كان في استحواذ ايجابي للنادي الاهلي او انهاء الهجمات بشكل كويس. بالظبط، ونسبه التسلل دي يا كابتن دي مهمه جدا نقف عندها، ده يبين لك برضو الاختلاف اللي كان في المباراه. تسلل 2-1 يعني تقريبا التسللات بتقتل المباراه وبتقتل متعه كل شويه تقف تسلل، لا ده الفرقتين كانوا بيهاجموا وفي تركيز ده ليه علاقه بالتركيز على مستوى الدفاع ومستوى الهجوم. بالظبط، في تركيز قوي من اللعيبه، تركيز كبير من الهجوم. هنا المصري وقع في حاله تسلل واحده، وهنا النادي الاهلي وقع في حالتين تسلل، يعني برضو ده يبين لنا ان الفرقتين كانوا مركزين كويس قوي. بدايه موسم، انا كل الكلام ده عايز اوصل منه ان في بدايه موسم لا دي بدايه جيده جدا. صحيح، انك في الجوله الاولى الشكل ده الشكل الهجومي للفرق كلها والشكل الهجومي للنادي الاهلي. طيب طبعا ميرسي تاو طبعا كان احد، خلينا نقول احد نجوم المباراه، ما فيش شك، هداف الدوري. هداف الدوري بعد الجوله الاولى. تقريبا يا كابتن الهدفين صوره بالكربون، اللمه والشوطه تقريبا نفس هي نفس الزاويه. المحاولات على المرمى 3 محاولات سدد على المرمى جاب منهم جونين، التمريرات الصحيحه ليه عامل 21 تمريره صحيحه، فده شيء جيد جدا. دي بقى النقطه الاخيره اللي انا كنت بتكلم مع حضرتك فيها، ده شغل فني. بالظبط، ده شغل مارسيل كولر، ان ازاي الاطراف او الاجنحه بتاعتنا لو بنتكلم مثلا حتى على مستوى حسين الشحات، على مستوى طاهر محمد طاهر، على مستوى رضا سليم، استخلاص الكره في ملعب الخصم. ده اللي كنت بقوله لك كابتن قبل ما نخش في الاحصائيات، بقول لك الدور اللي كان عمله بيرسي تاو في المباراه ورضا سليم في الضغط على المنافس، لما جبنا الصوره بتاعت توزيع لعيبه الاهلي والضغط والبوش اللي كانوا عاملينه قوي على لعيبه المصري، هو ده اللي احنا بنقوله. لعيب زي ده المفروض مش دوره في الكوره غالبا راجل فرويد او جناح مهاجم، يعني شغلته اكتر تسجيل الاهداف، ولكن هنا هو بيستخلص الكوره 4 مرات من المنافس في منطقه دفاعات الخصم، منهم 3 مرات سليمه بشكل صحيح. سليم صحيح. نشوف اللي بعده رضا سليم برضو، نفس دقايق اللعب لانه اتغير في نفس الوقت، ليه هدف اول مباراه رسميه ليه في الدوري، ده دافع قوي المفروض للاعب صفقه جديده اول مباراه ليه ويسجل هدف في بطوله الدوري. المحاولات على المرمى عامل 3 محاولات، كان مؤثر جدا يا كابتن رضا سليم زي ما شفنا المباراه كلنا، الضغط على المنافس، ضغط على المنافس دفعه لارتكاب اخطاء. برافو عليك، لان انت ممكن جدا انك يعني حتى على مستوى الدريبل بتاعه بيبقى عنده سرعات كويسه جدا، لو يعني ما عداش بياخد فاول، والفاولات قريبه من واحنا شفنا هو تسبب في اكثر من بطاقه صفراء للاعبي النادي المصري. البطاقه الصفراء الاولى لباهر المحمدي صحيح، قبل ما يحصل البطاقه الثانيه مع التدخل مع امام عاشور ويطرد، فده دور كبير طبعا للمهاجمين، وده شغل كل اللي حضرتك كنت بتقول عليه، دي مهام ثانيه للجناحين. صحيح، استخدام او يعني ازاي توظف اللعيب بامكانيات، والمدير الفني شايفها بشكل كويس جدا، يعني بتنسقها او بتشغلها لحساب الفريق. طيب امام عاشور طبعا
عمل مباراه هايله الحقيقه. نجم المباراه، مش هنقول هو الوحيد ولكن من نجوم المباراه الحقيقه، قدم مباراه على المستوى البدني كمان كان بالنسبه لنا مفاجاه، هذا المستوى البدني واللياقه البدنيه ومعدل الجري اللي عمله بالظبط. امام عاشور لاعب وسط ملعب، دوره الاكبر في وجود كوكا وديانج كان المهام الهجوميه، صحيح. يعني كان بيلعب زي ما بنقول كده مكان قفشه وبيعمل المهام الهجوميه ليه. استخلاص الكره ليه برضو يا كابتن زي ما شفنا من ملعب 9 مرات منهم 5 في ملعب المنافس، ده برضو رقم كويس، شيء جيد جدا. التمريرات بتاعته يا كابتن نقف عندها، انا لاعب وسط شغلته الاساسيه طبعا التمرير، هو بيمرر للزمالك وشفنا الكروس الطولي الجميل جدا اللي عمله بيرستاو واحرز منه الهدف الثاني. هنا عنده 28 تمريره يا كابتن صحيحه من 30 تمريره، ده ممتاز. معلش احنا بنجري عشان عايزين ناخد اكبر قدر من الاحصائيات. كريم فؤاد وعوده بعد اصابه كبيره جدا وبهدف، اعتقد حتى على المستوى المعنوي هتفيده كتير جدا. طبعا هدف جميل يا كابتن، وهدف الناس بتقول يعني الناس كتير بتبص له وتقول خطا حارس المصري، خطا مش في نسبه خطا لحارس المصري، ولكن الكره مفاجاه، صح. حضرتك لعبت كوره وعارف النقطه دي، انه يشوطها بوش رجله بالشكل ده وبالطريقه اللي جت بيه في ظل الضغط القوي جدا اللي كان على الحارس المرمى ودفاع المصري، فهو هدف جميل، هدف يعيد له الثقه. تمريرات صحيحه برضو في عامل 8 تمريرات طبعا، يعني عدت ال 80% 14 دقيقه يعمل فيهم 8 تمريرات، ده شيء جيد. لعيب نازل فايق، ده شغل برضو انا بشيد بالجهاز الفني ومعسكر الاعداد اللي حصل. نشوف اللي بعده. ده كان بالنسبه لي برضو من نجوم المباراه، يعني من الحاجات طبعًا الكويسه قوي اللي عملها مارسيل كولر، انه اشراك طبعا احمد نبيل كوكا في وسط الملعب، وكان اداء الحقيقه اداء رائع. يعني عايز اقول لك احنا كاعلام مفيش تشكيل احنا دايما بنعمل قبل المباراه في حاجه اسمها تشكيل متوقع، مفيش حد حط كوكا خالص في التشكيل المتوقع، فكان مفاجاه من مستر كولر. قدم مباراه رائعه جدا جدا جدا، لعيب قدم تمريرات اعلى عدد من التمريرات للاعب في المباراه، كان هو عامل 44 تمريره منه 37 صحيحه، التحامات دفاعيه 9 التحامات منهم 7 صحيحه، فمردوده كان رائع جدا، وزي ما بقول كده استراتيجي، حاجه استراتيجيه لخط وسط النادي الاهلي، تامين موجود مع المجموعه اللي موجوده. طيب ده الارقام الجوله الاولى لمجمل الدوري، طبعا متوسط التسجيل اللي هو زي ما انت قلت 2.1 يعني ده ايه النقطه اللي لفتت نظرك ايهاب في الجدول ده؟ متوسط الاخطاء، اخطاء في المباراه ان هو اوكي الربع تقريبا 28% تقريبا، يعني بنتكلم في الربع، فده حاجه جيده. والنقطه الثانيه اللي بكلم حضرتك فيها التسلل، لسه النسبه القليله اللي احنا بنقول عليها، ده يدل ان الفرق كانت تقريبا كل الفرق، ما بتكلمش على النادي الاهلي هنا، كل الفرق بادئه بشكل متيقظه، يعني فايقه عايزه تقدم موسم، قدمت نفسها بشكل جيد جدا في الجوله الاولى، صحيح. زي ما قلنا يا كابتن هي جوله تنبئ بموسم قوي في الدوري المصري، موسم على صعيد التنافس قوي جدا.